اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم اكتيف موم. الموضوع ديال اليوم غادي يكون من خلال التساؤلات اللي خليتكم في الانستغرام للبنات، وقلت لكم خليوا لي الاسئله ديالكم باش نهضروا على واحد الموضوع اللي كيهمنا وكيهمكم، وبزاف ديال البنات شي حوايج ما عارفينهمش، بزاف كاين اللي داوج دي بروسيدور وما عارفوش كيفاش يكملوهم. المهم بغيت نهضر معكم في هذا الموضوع، جاوني بزاف نتاع التساؤلات، ومن بين هاد التساؤلات كان هو السوجي والسؤال اللي جاني بزاف 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 هو هضينا على لي زاشاليم، هضينا كيفاش ناخذوا اللوجمون سوسيال فرنسا. المهم غادي نهضر على باري ولا غنهضر على فرنسا كامله اون جينيرال، كل واحد فين غادي يكون. القانون للبنات كيتبدل من جهه لجهه، ولكن على العموم هذا الشيء ديروه في اي ديبارتمون. ديجا il faut savoir avant ما دي كاع لا دوموند ديال لي زاشاليم ولا لوجمون سوسيال هنايا في اوروب ولا فرنسا، خصك تكوني عارفه انه في باريس والنواحي كياخذ الوقت وكيستغرق اكثر من النواحي الاخرين. هذه خصكم ديروها في بالكم باش نعطيكم واحد الوقت ما نقدرش، يعني على حساب انتي كيفاش غتعاملي مع داك الدوسي، على حساب انتي كيفاش غتعاملي مع لا دوموند، على حساب انتي واش عندك لا موتيفاسيون ولا لا. المهم ديجا خصكم تعرفوا ان ما كاين حتى حاجه غتجي هكاك بالسهل، ما غاديش تحطي الدوسي وغادي يقبطوا غيعيطوا لك يقول لك اجي لقينا لك لوجمون. خص المهم انا غادي ندخل في الموضوع وغادي نهضر لكم على ديتاي، وغادي نقول لكم كنتمنى انني ما ننسى حتى حاجه. المهم غادي نجاوبكم كيفاش تلقاو، شنو هي اسرع طريقه اللي غتصاعوا وغادي يعطيوكم اللوجمون ان شاء الله. غنهضر لكم من بعد على لي زانكونفينيون في الاخر نتاع هاد لوجمون سوسيال وهاد الديون اللي غيعطيوكم. المهم غنعطيكم وجهه نظري، غنعطيكم لي زانفورماسيون كامله، وغنعطيكم شي حوايج اللي نتوما ما غتكونوش عارفينها، يقدر شي ناس يكونوا عارفين يقدر، مي اغلبيه ما غيكونوش عارفين هاد لي دوسي غنهضر لكم عليهم. وهذا الشيء انا غنعطيكم شي حاجه لي ديراكتومون، سواء مشيتي عند لاسيستون سوسيال سواء درتيه بوحدك غتكوني عارفه راسك شنو غديري، وغادي تطلبي من لاسيستون سوسيال ديراكتومون، حيت لاسيستون سوسيال الا ما طلبتيش منها انت الحاجه قليل اللي غدير لك داك الحاجه. راه تقداي هاد الحاجه تبقاي 3 سنين 4 سنين 5 سنين وانت حاطه الدوموند وما عطاوكش وعاد تعافيها. يعني انا غنعطيك دي باز ودي كومون دي كلي، واحد نعطيك داك اللي غتمشي مقصده، وان شاء الله غيعطيوك في اقرب وقت لوجمون سوسيال اللي انت كتقلبي عليه واللي انت كتعينيه من سنين. هنايا في هاد بين قوسين غادي نبدا معكم. دونك اول حاجه غادي نديها باش غادي ندير اون دوموند داشيريم ولا لوجمون سوسيال، شنو هي شنو باش غادي نبدا؟ اول حاجه انا هنايا سواء خدامه ما خدامه شوماج خدامه انا واجلي خدام واحد فينا، المهم ان عندنا اون رونتري دارجون، عندنا الفلوس كيدخلوا كل شهر اللي حنا غادي نكونوا قادين اننا نخلصوا بهم اللوجمون كا اللي غنكونوا قادين بهم نخلصوا اللويي شاك موا. بعدا قبل ما نبداو هذا الشيء كامل ديروا فراسكم ان اي واحد سواء كنتي دابا ساكنه في البريفي سواء كنتي ساكنه في اللوجمون ماشي بريفي سواء كنتي ديجا ساكنه في ليزاشي اللي باغا تبدلي، خصك ديما تكوني كتخلصي اللويي ديالك، ما يكونش عندك دي غوطار دو لويي، تكوني كتخلصيهم. الا ما كنتيش كتخلصيهم عافي ان الدوسي مفروض ان عمهم ما غيعيطوا عليك، حيت ما كاين حتى واحد غادي يكايلك. مازال ان شاء الله غادي نجي في مواضيع اخرى وغنهضر لكم على كيفاش تلقاو كيفاش تلقاو لوجمون بريفي، كيفاش تلقاو لوجمون ان بورسون باترون على حساب الخدمه، لكم دي فيديو ان شاء الله باش ما يبقاوش يجيوكم الفيديوهات تقاو ونجيو ثقيله على قلبكم. المهم الا عندكم اي تساؤلات اي حاجه خليو لي في لي كومونتير، خليو لي في الانستغرام ديالي اللي هو اكتيف موم، غنخلي لكم في هاد لا فيديو، خليو التساؤلات ديالكم باش ان شاء الله نبقى نعرف شنو اكزاكتومون اللي كتبغيو. المهم انا غنبدا دابا كنجاوبكم على الاسئله اللي طلبتو مني وغادي نكملوا. المهم اول حاجه غادي ديروها هي غادي تمشيو في لافيل ديالكم فين ساكنين، اما لا ميري واما السيرفيس لوجمون سوسيال، كيكون عندكم كيكون واحد المكتب نتاع هو سيرفيس نتاع اللوجمون في لافيل. غتمشيو غادي تطلبوا واحد لو دوسي، هذاك لو دوسي هي الدوموند نتاع لي زاشيليم ولا لوجمون سوسيال هنايا في فرنسا. غتعمري داك الدوسي كتولي ترجعي لهم، ولا تقدروا ديروا ميم لا دوموند سيغ انترنيت وكتصيفطوها وكيردوا عليكم، كيصيفطوا لكم واحد الورقه، واحد الورقه اللي هي فيها 11 شيفر. هذيك الورقه ملي كتجيك انت 11 شيفر فيها 11 رقم، داك الدوسي كيكون معمر والفوق عندك 11 رقم. هذاك الدوسي خصو يتجدد البنات كل عام اوبليجي، فين ما تجيكم لا نوتيفيكاسيون خصكم تجدوه سوا باغ انترنيت كتجيكم سوا كيوليو يصيفطوا لك الدار باش كتولي تجديه داك العام باغ كوري. المهم كتعمروا داك الدوسي كتصيفطوه لهم، كيصيفطوا لكم للدار واحد هذاك الواقعه بانك حطيتي اون دوموند لوجمون في داك لا فيل ولا في داك لي فيل اللي انت طالبه، وكيعطيوك واحد رقم فيه 11 شيفر. هذاك الرقم اللي فيه 11 شيفر كل واحد عنده رقم وما كيتشابهوش، المهم كيتبدل فيهم واحد شويه.
يعني دابا داك الساعه ملي كيجيك داك النيميرو فيه 11 شيف، داك الساعات كتسمي انك بديتي عاد انك كتقلبي على اللوجمون سوسيال في لا فيل ديالك ولا في فيل اللي انت طالبه، كتعمري فيه 3 ا 4 فيل اللي طالبه ولا ديبارتمون فين يقدروا يعطيوك. هنا يعني خصكم تفكروا مزيان وتعرفوا فين غادي تطلبوا، حيت من بعد ما غاديش تقدروا تبدلوا الا دازت عام، من بعد عام عاد تقدري تبدلي. المهم نتوما تعرفوا فين باغيين الى ديبارتمون اون فيل وداكشي تكتبوا وتعمروا بيزانفورماسيون صحاح واللي هما اكتويال. الا كان ان شونجمون خصكم تبقاو تعيطوا عليهم باش تبدلوا، بدلتوا نمره التليفون، بدلتوا الميل، بدلتوا لادريس، اي حاجه خصو يدا داك الدوسي ميزاجور قبل من عام، ماشي حتى يقول لك بدلي الدومون تعيط عليهم وتبدلي. المهم قبل من هذا الشيء كامل غنوجه الهضره ليا للناس اللي كيديروا دوسي وكيخليوه وما كيمشيوش يسولوا فيه ولا ما كيعيطوش في التليفون ولا ما كيبقاوش يسولوا كاع فكيقولوا اه ما عطاوناش لوجمون. سي نورمال، ما عمرهم غادي يعطيوك اصلا الا مشيت لداك الطوسي وسئل اللي طحتي في واحد المدينه اللي هي ما عليهاش الدوموند ولا ما كاينش كاع فيها تقريبا الناس مهتمين ولا حتى واحد ما بغى ياخذ فيها اشالين. هادي سي نورمال. الا كنتي في اون غروند فيل ام تيت فيل كنحطوا الطوسي كان، المهم حطيتي هاد السيمانه جاك داك النيميرو عيني واحد السيمانه جوج نبقى كنعيط عليهم في التليفون، نبقى كنسول على الدوسي ديالي فين وصل، نشوف واش ما طلبوا لي شي حاجه في سيغ انترنيت ولا ناقص شي حاجه، نبقى نمشي عندهم، نمشي عندهم، نمشي في الصباح بونجور ما فيها حتى عيب. بغيت نسول في الدوسي، انا راني محتاجه لهذا اللوجمون، انا راني كنعاين، انا راني ما نهضروش على الناس اللي ساكنين في لي فوايي ولا ساكنين في كيكون راكم كتعرفوا الناس اللي كيكونوا في الفوايي ولا كل واحد عنده الظروف ديالو، كاينين الناس اللي كيكونوا ارسيلمون، كاين لي فام باتشي، كاين بزاف ديال الحوايج فهمتوني، يعني هادو كيكونوا بريوريتير، هادو كيكونوا في واحد لوجمون اللي هما ديجا ولا كيكونوا معويدات معني في ماشي حاجه، يعني اللي هما ديجا كيسبقوا بيهم هادوك اي سون بريوريتير. مالغري سا ما تعوليش على ريسبونسابيلتي يهدي الكوش وتبقى جالسه كتعايني، خاصك تاكسيليري الدوسي ديالك. المهم اون فوا كتكوني مخلصه ديال الواي ديالكم، ما عندكش لا اوغوطار ديال الواي، ما عندكش مشاكل في الدوسي، ما عندك حتى حاجه، شنو كديري؟ كتبقاي تغولونسيهم بداك لا دوموند. الحاجه الثانيه اللي كديري، اول حاجه هي قلنا فيغ لا دوموند لوجمون اشيلي، ثاني حاجه هي سويفر لو دوسي، هي داك الدوسي انا ما غاديش نقبط ونخليه، ما غادي نديها فيه ما والو، غنبقى نعيط عليهم، غنبقى نمشي، غادي نبقى نسول، غادي نبقى الا كنت درتو ساكنين في هاد لافي درتو في الخوا طلبن فيها، خصكم حتى داك لافي الخوا تخبطوا داك فوتوكوبي ديال الدوسي البنات داك الواقع ديالكم تاع 11 شيفر وتمشيو تحطوها في لاميري الخوا تاع داك لوتر فيل ولا لوتر ديبارتمون، باش كتحسب انك دفعت في الجهه الاخرى، حيت هما ما غاديش يقبطوا يبقاو يقلبوا لك بوحدهم، هذاك الشيء كيدوز على حساب لا بريفيكتور. الا كنتي دافعه للبريفيكتور تاع 91 ماشي هي دافعه 94 ماشي هي دافعه 77 ماشي هي دافعه في شي ديبارتمون اخر، خاصك تهزي داك لا دوموند تاع 11 شيفر وتكونتاكتي الخوين وتقول لهم ها الدوموند ديالي حطوها لي حتى في هاد الديبارتمون ولا هاد لا فيل، انا راني باغيه ان لوجمون في هاد لا فيل. المهم هادو من بين النصائح اللي كنعطيكم والحوايج اللي داتهم انا وخرجوني واللي نصحت بهم الناس وخرجوهم وجاو شكروني وقالوا لي شكرا غراس ا توا اون تروفي وي. المهم دونك ابخي سويفيتي الدوسي، بقيتي كتعيطي لهم وداكشي قالوا لك ما كاينش ولا قالوا لك واخا الا كانت شي حاجه غنكونتاكتيوك ولا ما ردوش عليك، شنو غادي ديري؟ بالنسبه للناس اللي عندهم لي ميديتي في دارهم، عندهم الغموليه ولا عايشين هما وليداتهم في الضيق ولا عايشين هما وليداتهم في الغموليه ولا اي سون اونديكابي، هادو المهم غالبا غادي يكونوا سويف اي سون سويفي افيك اون اسيستون سوسيال. من الاحسن تكوني سويفي افيك اون اسيستون سوسيال، هي اللي عارفه السيتوياسيون ديالك، هي اللي عارفه كل شيء، هي المهم الا كان عندكم المشكل كنشوفوا حنايا الحوايج اللي غيساعدونا الدوسي، غادي نديرو ان دوسي دالو، كاين دوسيات بزاف فاش ما كاينش غيضالو، انا غادي جايكم في الهضره بقاو حتى لاخر الفيديو باش تستافدوا من هذا الشيء. دوسي دالو غادي ديوه، الدوسي دالو كيعطيو اذا داتو الدوسي دالو عرفوا ان البريفيكتور اللي غادي تبروبوزي عليكم، غالبا كتكون البريفيكتور ما كيكونش بزاف لا ميري ولا بايور بريفي. المهم كديو دوسي دالو داك الدوسي دالو كديرو كلاستون سوسيال، تقدري ديه بوحدك ولكن من الاحسن ديرو كلاستون سوسيال، ما كتعرفيش ديه بوحدك ولا ما بغيتيش تمشي عند لاستون سوسيال غتمشي عند اكريفان بوبليك، يديرو لك اكريفان بوبليك. هاد لي اكريفان بوبليك سولي عليهم البنات، راه كاينين في لي سونتر دو سي سي اس، كاينين في لي سونتر دو كيكون سوسيال، سونتر سوسيال وي كيكون في كانو كيكونو حتى لي زاستون سوسيال. المهم غتمشيو تما غتاخدو مع رونديفو غتقولو فوالا انا بغيت ندير الدوسي نتاع دالو ولا المهم انا جايكم في الهضره، الدوسي هو غادي يدير معاكم لا ليتر، هو غيغولونسي معاكم الدوسي ماشي في التليفون، كيغولونسي هو غير بليكري يكتب لك اون ليتر وانت صيفطيها ريكوموندي.
هادشي باش كنصحكم. المهم غادي نديرو دوسي دالو، نقول له حنا درنا دوسي دالو مع اسون سوسيال، خدماتو لنا صيفطاتو لنا. هذاك الدوسي دالو البنات راه ماشي كلشي كيجاوبوه، يقدروا يجاوبوك يقدروا ما يجاوبوكش، يقدروا يتعطلوا عليك بزاف، يقدروا يعطيوك كيعطيوك كتعرفي انك كيعطيوك في البريفكتور، وكيعطيوك في شي جوايه اللي هما معينين ماشي فين باغيه انتيا، فين طالبه، ويقدر يعطيوك في جوايه اللي عندهم هما فيهم الخصاص. حيت ملي كتعطي البريفكتور ماشي هي ملي كتعطي لا ميري، ماشي هي ملي كيعطي ان بايور بريفي. انا جايكم في الهضره دات الدوسي ديال واحد السيده اللي اتات لا كيسيون ديالها، المهم كانوا بزاف، ولكن واحده اللي قالت لي انا دايره الدوسي ديالو وما جاوبونيش. ما يمكنش ما يجاوبوكش، غادي يجاوبوك وغايقدروا يجاوبوك معطلين. نقول حنا اللي نفايد انهم كنظن انك داتي الدوسي ديالو عما كيما سولتي فيه، عما كيما صيفطت لهم اون لوتر ليتر دو رولونس، واحد لا ليتر اللي غيكتبيها انت ولا غيكتبها لك شي واحد اللي فاهم في هذا الشيء. انا نصحتك اما اسطون سوسيال تسوليها فين وصل الدوسي ديالك، حتى غالبا غتكون داتو لك. كنظن هاد السيده اللي سولاتني صايبت لها الدوسي ديالو لاسطون سوسيال، يعني الا كان صايباتو لاسطون سوسيال غادي تمشي عندها غتقول لها فين وصل الدوسي ديالي. الا ما كنتوش البنات عندكم لا موتيفاسيون كتسولوا على الدوسيات ديالكم، راه عماكم يكون عندكم شي خبر على الدوسي، راه كيمشي ويقدر ما يكونش فوقاش ما تخطاو على خطاهم. اما الا غولونسيتي الدوسي وبقيتي كتاكدي عليه وكتسوليهم عليه، غادي يجبدوه داك الدوسي، غيجبدوه هما غادي يداصوه وغادي يشوفوه، واخا تكوني لتحت ولا مازال ما وصلتك النوبه. المهم غادي نمشي عند اسون سوسيال اللي كانت هي دارت لي الدوموند، غادي نقول لها اودي فين وصلت الدوموند ديالي، بغيت نعرف فين وصلت الدوموند، انا راني محتاجه، انا راني جي بوزوان. المهم هي غادي تشوف داك الساعه غترد عليك، غتغولونسيهم، كنغولونسيهم ديما بأون لاتر روكوموندي، باش داك السيده ملي كتشدو داك السيد داك لا ليتر كيسنيو لك انهم سدو شدوه باش كنعرفوا انهم فريمون توصلوا به. منين فايد حنايا هاد الدوسي دالو ما جاوبوناش ولا ما جاوبوناش ولا تعطلوا علينا بزاف وبغينا ناكسيليرو مالغري الدوسي، شنو غادي نديرو؟ غادي تمشي عند لاستون سوسيال ولا تقدري ديه بواحد كوليكيا سوسيال غتسني لك فيه. الا كنتي 3 سنين وانتي كتعيني ان لوجمون سوسيال وما عطاوكش ولا لوجمون اشيري متعطلوا عليك 3 سنين و 3 سنين وانتي دايره الدوسي بحال نقولوا 3 سنين تكوني ساليتي 3 سنين، ماشي تكوني يلاه داخله في 3 سنين، تكوني ساليتي 3 سنين وانت كتعيني السيده قالت لي 4 سنين وانا كنعاين دات الدوسي دالو دات هادشي كامل و 4 سنين وانا كنعاين. المهم انا اختي ما عرفتكش اونتر زعما بين قوسين واش كنتي كتسولي على الدوسي ديالك ولا حطيتي هو وديال دالو وخليتيهم. الا كنتي حطيتيهم وخليتيهم ما غاديش يتفكاوك، خاصك تسولي على راسك. حنا اللي نفايد انك سولتي وهادشي كامل وما جاوبوكش على دالو، غيقداو بدالو يجاوبوك بانهم غيعطيوك ويقدروا يجاوبوا بانك ماشي بخيوريتي خصك تعايني، كاين ناس قبل منك ويقدروا يريفيزيوه لك هاد الدوسي ديال دالو. حيت خصكم تعرفوا البنات راه اون فوا كديروا دوسي ديالو فادي غادي تطلع لك لاسون سوسيال غتقول لك عندك الغموليه ولا عندك الضيق ولا عندك واحد الولد اونديكابي ولا انت اونديكابي ولا شي حاجه، راه ماشي بالضروره غادي يعطيوك. خصكم ديروا في بالكم الناس اللي عندهم الغموليه في الدار وغادي يبنيو الدوسي انهم عندهم الغموليه والهوميديتي، خصكم تمشيو عند الطبيب يعطيكم واقع طبيب جينيراليست ولا بيدياتر على وليداتكم ولا اي حاجه، ان عندكم يعطيكم واقع ان ولادكم في خطا ولا ولدكم فيه عنده شي مشكل من التنفس ولا شي حاجه، غادي يبني لك يعطيك داك الواقع هذيك الشهاده بان ولدك ما خصوش يبقى في داك الميديتي، انك انت ما صالحكش الميديتي والغموليه، انك في خطا وصحتك في خطا. كونوا متاكدين اون فوا غادي تصيفطوا هذيك الواقع مع الدوسي ولا غادي تصيفطوها لا ميري ان البنات غادي يجيو يشوفوا الدار غالبا غالبا، وفي اكثر لي ديبارتمون كيجيو يشوفوا الدار. كتكون واحد اللجنه مكلفه بلا سونتي اللي هي تابعه مع لي لوجمون في سيرفيس لوجمون، وكيجيو كيكون واحد ولا جوج ولا كيجيو كيدخلوا عندك للدار وكيقول لك واه الا صيفطتي لنا دوموند ولا ديتي لهم وبكيتي عليهم وقلتي لهم انا عايشه في لوميديتي طن 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 طن، واخا تكوني في بريف ولا فيما كنتي غادي يجيو عندك وغيديو معاك رونديفو وغادي فيزيتي وغيشوفوا داكشي الغموليه اللي عندك وغادي يقلبوها وغيصوروها وكلشي. كونوا متاكدين، يعني ما كنصح حتى واحد ما تكونش عنده ويقول انا راه عندي، جامي ما خصنا نكذبوا. الا جاو عندك وكونستاتوا داكشي وغادي يصوروه وكلشي وداتي دوسي مع داك الدوسي سيرتيفيكا ميديكال كوم كو صحتك ولا صحه ولادك ولا شي واحد من الافراد العائله في خطا، راه كتعزي بها الدوسي، راه من الحوايج اللي كتاكسليري عندك الدوسي اللي غيقدروا يعطيوك فيت على شي واحد اخر. المهم نقولوا داتي هادشي جاو عندك شافوا الدار صوروا داكشي، ما غاديش تخليها هكا غتبقاي تغولونسيهم اشاك فوا تقول لهم فين وصل الدوسي، انا في خطر مازال عندي ليميديتي يا ولدي كي مايض هادي 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 هادي، راكم عارفين اللي كاين بلا ما نوصلكم لا تعرفي شنو غديروا. خاصكم فريمون تمشيو ولا تعيطوا في التليفون وكل ساعه تفكاهم في راسكم وخا طلعوا لهم في راسهم ماشي مشكل. المهم من فايد انا داتي هادشي كامل وما عطاش بنتيجه، ما عطاوكش، شنو غادي ديري؟ غادي تمشي
اذا كنتي 3 سنين وانت كتعيني فيه، حتى 3 سنين كملتي 3 سنين وغادي تدخلي في العام الرابع، غادي تمشي ديري واحد الدوسيي سميتو ACD اكور كوليكتيف ديبارتمونتال، وهذا كاين في بزاف نتاع الجوال وكاين حتى في لا ريجون باريزيان وليل دو فرانس. هذا واحد الدوسي ACD غادي ديه مع اكريفان بوبليك هو اللي يصايبو لك، ولا تمشي احسن حاجه عند اسيستون سوسيال. انت ملي غتمشي عند اسيستون سوسيال وغتبيعو تقولي هاد ما لقيتش، ما تمشيش عندها تقولي لها تعاودي لها، تبقاي تعاودي لها تعاودي لها في الاخر تقولي لها ما لقيتش، غتقولي لها اودي انا 3 سنين وانا كنعاني ومازال ما عطاونيش، واش تقدري ديري لي دوسي ACD؟ حيت هي كاين اللي ما الا ما قلتي لهمش انت ما يقولولكش. المهم غادي دير لك ان دوسي ACD. انا شرحت لكم شنو هو ان دوسي ACD، هو غادي يكون بريوريتي، غادي اكسيليروكم الدوسي. 3 سنين وانت كتعاني عندك الحق في اللوجمون في الاشيليم هنايا فرنسا، يعني ملي غادي لك هاد الدوسي ACD هي غتعمرك بزانفورماسيون، غادي تكتب انك 3 سنين وانت كتعاني، الا عندك شي داك الساعه تجبدي الوريقات نتاع الطبيب، عندك لوميديتي، جاو عندك اللجنه، جبدي داك الشيء كامل اللي غيطيح لك في بالك عطيه لها. الضيق عندكم الضيق نتوما بيكم شحال حامله داك الشيء كامل، ملي كنقول حامله هي ماشي حامله بالفم، هي عندي سيرتيفيكا ديال الطبيب انني حامله وانني غادي نولد في النهار الفلاني، كيعطيك الطبيب واحد السيرتيفيكا كتديها في الدوسي حتى هي البنات. المهم باش كيعزو كيعطيوك دوسي كبنتي. المهم خصكم تعرفوا انكم تقدروا ديو في لو دوموند دو لوجمون اي حاجه بغيتو، ديو دار بالجاده، ديو بافيون، هي هذيك ديو بافيون دار يكون فيها الجاده، ان لوجمون ريد شوسي افيك جاردان، تقدري ما تطلبيش تقولي لهم انا ما بغيتش الريد شوسي، انا ما بغيتش الكاتريام ايطاج سونس اسانسور. المهم تكتبي الشروط ديالك كامله في الدوموند لوجمون، وبيان سور شحال موجه الشروط، شحال ما يكون عندك حد قل انك تلقاي من كل واحد وكيفاش كيفكر. انا جايكم في الهضره. المهم اين فوا كديري هاد دوسي ACD ما يمكنش تكوني 3 سنين وانت كتعاني وديري دوسي ACD وما يعطيوكش البنات. كيعطيو ملي كيديروا لك هاد دوسي ACD خصك تعايني شي شويه وتغولونسيهم، تمشي عندهم تقول لهم اودي انا دا الدوسي دالو ما عطيتونيش، انا دا الدوسي ACD ما عطيتونيش، دالو ماشي كلشي عنده فيه الحق. بعض الماما ما كيكونش عندهم فيه الحق شنو غادي ديروا؟ غادي تمشيو انا واحسن عندي واحسن طريقه واللي لقيت بها هي انا اللوجمون واللي هي اقرب طريقه، هي انكم البنات في داك لافيل اللي باغيين ولا اغلبيه خصكم تمشيو في داك لافيل فين ساكنين اذا كانت عاجبك وباغا تولي تسكني فيها. هي شنو غادي ديري؟ tu vas prendre rendez-vous avec le maire، غادي تشدي غتعيطي ما فيها تعب ولا نمشي لاكاي بونجور بغيت ناخذ رونديفو افيك لو مير، هما غالبا غيعطيوك رونديفو افيك لادجوان ولا لادجوانت دو مير، هذاك اللي كيكون مع لو مير. علاش؟ حتى كتكبر القضيه عاد كتوصل لو مير، هو لو مير اللي غيتخيط لك الدوسي وغادي يهضر مع داك لي كوليك ديالو، ولكن كيدوزوك ديما بار لادجوان ولا لادجوانت عاد كتوصلي لو مير. غادي تقولي لهم انا بغيت ناخذ مع رونديفو، غنقول لك علاش. غتقولي لهم باغ اكزومبل انا فوالا بور اون دوموند لوجمون، ولا انا دوموند لا شادام داتها، ولا المهم خصك تكوني ضاوه داتي الدوسي وكتعايني، دات الدوسي ودي تعطلوا عليا، المهم بغيت لوجمون بغيت نهضر معاه، بغيت رونديفو بغيت نهضر معاه، هما غيعطيوك رونديفو معاه ولا مع لادجوان ديالو ولا لادجوان ولا لادجوانت كتكون معاه ولا راجل، غادي يعطيوك رونديفو معاه. من بعد هادشي شنو غدير؟ غتمشي في الرونديفو، غتمشي بداك الورقه اللي فيها اون شيف، غتمشي الى عندك شي واقع انك حامله، هما اصلا كيكون كيجيب لك الساعه ماشي اون فوا كتاخدي مع الرونديفو، هما كيجيبوا لك الدوسي ديالك سوا من لاميريك يكون عندهم، سوا من داك لوجمون سوسيال اللي هو تابع لاميري سيرفيس لوجمون اللي كيكون في لافيل، كيجيبوا ديجا الدوسي وكتلقايه مواجدين الدوسي وحاطينهم حداه وداسوه ديجا، كيبقاو يسمعوا منك غير شنو كتقولي. تما كتلقاي الناس تقدري طاحي في واحد جاي من البريفيكتور responsable préfecture، تقدر تطيحي في واحد خدام في لاميري، كيكونوا غالبا خدامين في لاميري في سيرفيس لوجمون ولا تابع للبريفكتور ولا تابع حتى داك اللجنه على حسب الدوسي ديالك شنو فيه. ديك الساعه كيسمعوا لكم، اغلبيه كيسمعوا ما كيهضروش، غيبقى يقول لك اه علاش داتي، فوقاش داتي الدوموند، شنو المشكل. ديك الساعه الا عندك حامله تقول لهم تعاودوا لهم السيتياسيون ديالك، انا حامله دا صغيره، ولا انا عندي لي ميديتي وليداتي ما دازوش، ولا عندك كاين الناس اللي كيديروا الدوسي حتى بروبليم دو فوازيناج. هادشي غانا نهضر لكم من بعد، حتى نهضر لكم حتى الناس اللي ديجا ساكنين في اشاليم وبغاو يبدلو كيفاش غادي نديرو. المهم اي حاجه البنات تحت الطلب ديالكم تخليولي في لي كومونتير ولا في انستغرام بحال اللي كنقول لكم اشاك فوا، باش نتشجع انني نهضر لكم في المواضيع اكثر. ولا كان كيعجبكم هادشي شجعوني باللايكات ديالكم وابونيفو في لاشين باش ان شاء الله تكبر لاشين وكلشي يستافد. المهم حنا نقولو داتي غولونسيتي لو مير، خديتي رونديفو مع لو مير ولا لادجوان ديالو ولا لادجوانت، مشيتي هضرتي معاهم، بكيتي عليهم، قلتي لهم ها المشاكل اللي عندي، ها انا باغيه، ها انا باغيه،
المهم داك الساعه كوني متاكده ان الدوسي ديالك ما غاديش يخليوه، انهم غيعطيوك عن قريب، انهم غيعطيوك عن قريب، ما يمكنش يتعطلوا. المهم داك و بيان سور كل مره كنسول، كل مره كنعيط عليهم، ما غاديش نبقى انا نمشي للمير ولا جوان دمير اللي هضرت معاهم داك النهار ونبقى نمشي عند دوك الكبار، لا غنمشي للسيرفيس اللي تحت نتاع لوجمون نقول لهم اودي في التليفون ولا نمشي عندهم ولا اون لاتر اودي انا راني ديجا شفت لو مير ولا جوان دمير وقالوا لي غادي نعطيوك. هما غالبا غيقول لك انفو غنلقاو البلاصه ملي تمشي في الرونديفو راه غادي نعطيوك، راه كوني هاني غنعطيوك، ولكن ما غاديش نخليو داك الدوسي ونسمعوا داك الهضره اللي قالوا نخليوها صافي نساو حنا نساو نبقاو كنعينوا. لا اشاك فوا تغولونسي البنات اللي ما كي اللي ما عندوش هذيك لونفي نتاع يغولونسي ويبقى ديما يعيط في التليفون ويمشي عندهم ويتفكاهم وتنسايهم 3 شهور 6 شهور راه ما غاديش تاخدي لوجمون باسهل طريقه وباسرع طريقه. انا كنهضر مع الناس اللي باغيين ياخذوه باسرع طريقه وهذا الشيء عن تجربه. المهم غادي تاخدي بعد ما خديتي رونديفو هضرتي مع دوكشي غتبقاي كتغولونسي هذاك داك الدوسي ا سي دي كوني متاكده انه غي اكسر عليك الدوموند بزاف بزاف. داكشي علاش كنصح اي بنت سوا داتي دالو سوا ما داتيش دي ان دوسي دا سي دي الا كنتي كتعايني في 3 سنين، الا كنتي كملتي 3 سنين وانت دافعه الدوموند و ا كونديسيون انك كتخلصي للوايه ديالك وكتغونو في لا دوموند ديالك شاك اني. ما يمكنش الدوموند تجيك ولا ما توليش تغوني فيها، الا ما غنفتيهاش عام كي كتعاودي ازيرو ما كيكونش عندك الحق داك 3 سنين. المهم الا تبعتوا هذا الشيء اللي كنقول لكم بالخطوات ان شاء الله غادي يعطيوكم اللوجمون سوسيال. المهم حنا سايله من هذا الشيء كامل، قلت لكم اول حاجه هي ديو لا دوموند فين كيكون داك اون شيفر، سويفر لو دوسي ا شاك فوا فول سويفر، تاخدي رونديفو مع لو مير ولا جوان دو مير، دي دوسي دالو الا كان عندك فيه الحق مع اسيستون سوسيال، دي دوسي اسيدي اللي هو فريمون ما كيديروش بزاف ديال الناس وما عارفينوش بزاف ديال الناس اللي عندهم الحق وفاتوا 3 سنين هما كيعينوا في اللوجمون وداين الدوموند. هاد الدوسي اسيدي راه كياكسليغي بزاف ديالها البنات ما تعكزوش عليه. المهم وهذا الشيء كامل نغولونسي ونغولونسي ونغولونسي. انا جايكم الهضره دابا غنعطيكم شنو هما لي زافونتاج باش ما يمشيش البنات هاد الفيديو طويل بزاف، شنو هما لي زافونتاج ولي زانكونفينيون. كاين بزاف ديال الناس اللي هما ديجا عطاوهم وجاوبوهم وعطاوهم اللوجمون اشيريم ولا سوسيال فرنسا وافدوه من بينهم انا. علاش خصكم تعرفوا ان شحال ما كان الصالير كبير وشحال ما كان الصالير سوا ديال دو بيرسون سوا انت وراجلك خدامين سوا بوحدك سوا كيعطيوكم لوجمون احسن لا في النيفو لا في المدارس على وليداتكم لا الكارتي كيكون زوين. هادشي اغلبية غيكونوا عارفينو. علاش كتلقاي خصكم تعرفوا ان في اي فيل كاين لي زاشيريم ولي لوجمون سوسيو، غير كاين لي فيل اللي فيهم بزاف وكاين لي فيل اللي فيهم شويه على حساب كي دايره لا فيل. المهم ما خصكم تكونوا متاكدين ان شحال ما كان الصالير قلت لكم مزيان وشحال ما كان الصالير طالع غيعطيوكم جهاز زوينه ومزيانه لوليداتكم ومزيانه ليكم. ولكن مالوغوزمون ماشي ديما ملي كيعطيونا لوجمون اش ال ام وكيعطيونا لوجمون سوسيال حنا اللي كنا طالبين كنا باغيينهم متمنيه متمنيه انه شحال هادي باش نتهناو من البريفي باش كل واحد شنو كيفكر بيتيتر واسع بيتيتر كبير. المهم هادشي كان عندكم فيه الحق ولكن راه ديما البنات ما كيكونوش لي كارتي زوينين، راه ديما ما كيكونش اللوجمون اللي عطاوكم بحال داكشي اللي باغيه والكارتي زوينه. بعض المرات كتلاقاي مع دي كارتي خايبين، بعض المرات كتكون الدنيا مخلطه بزاف، بعض المرات كيكونوا دي فيل ولا دي كارتي مشبوهين اللي فيهم ديما الصداع اللي فيهم مشاكل مع لي فوازان مع بزاف الحوايج، هادشي راه كتكونوا عارفينه. المهم عندك الحق، واش عندك الحق دابا السؤال ترفضي ولا ما ترفضيش الا عطاوكم ان لوجمون سوسيال عطاوكم لوجمون اشيل؟ عندك الحق ترفضي، عندك الحق ترفضي. هما بيان سور كيبغيوك تاكسبتي من اول حاجه بما انك انت يا اورجون محتاج وداكشي خاصك تاكسبتي، ولكن لا عندكم الحق ترفوزيو ثلاثه ديال المرات. ثلاثه ديال المرات ترفوزيو المره الاولى وبيان سور الا رفضتو المره الاولى قلتو غتقولو بحال دابا ما بغيتش هاد الكارتي ولا مشيت جا فيكم الطالبه ولا ما عجبنيش ولا هادي بادب كنهضروا، يعني هما غادي ما يعجبوش الحال بيان سور حيت انت كنتي الطالبه وكنتي متاكد انك باغيه، ولكن غادي عندك الحق هذا سي ان دووا هذا حق عندي الحق انني نرفوزيو نقول لهم ما عجبنيش ولا ماشي هذيك الجهه ولا بعيد عليا الخدمه ولا اي حاجه. المهم ترفوزيو المره الاولى ماشي مشكل غادي تعطلوا عليك شويه باش يعطيوك، ولكن خصك تبقاي عاوتاني كتغولونسو الدوسي وتقولي لهم انا طالبه مازال ما عطيتونيش واخا غوفيزي المره الاولى. عندك الحق تغوفيزي المره الثانيه، عندك الحق تغوفيزي المره الثالثه، وهذيك المره الثالثه كتكون هي اخر مره. الا غوفيزي اللوجمون الاول وغوفيزي اللوجمون الثاني والثالث حتى هو ما عجبكش ولا شي حاجه وما غوفيزيتيه حلمي ما تحلميش وعمرك ما غتولي تاخدي في اشاليم ولا لوجمون سوسيال هنايا في فرنسا. علاش
هما كي استيمو ان ثلاثه المانجو تي كتعرفي لهم الدالي بروبوزاو عليكم انك ماشي بريوريتير وانك ما باغاش تاخدي في اللوجمون تاعهم تاع بريفيكتور ولا ديال الدوله. يعني البنات خصكم تعرفوا انكم تقدروا ترفيزيو جوج د المرات والثالثه تاكسبتو اوبليغاتوار. ريفوز ثلاثه ديال المرات الثالثه ما كيبقاش عندكم حق في داك الساعه، اما كتمشيو للبريفي واما كتمشيو لي دي بايور بريفي. المهم انا هادشي هذا هو خلاصه الكلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، انا لخصت لكم الماكسيموم، كنتمنى انكم تكونوا سيرتوا الفيديو حتى الاخر باش ما توليوش طاحوا عليا تساؤلات خاين. بحال اللي كنقول لكم ديما في لوجمون سوسيال واشاليم كاين لي زافونتاج كاين لي انكونفينيون، سي نورمال ما يعجبكمش شي حوايج، سي نورمال ما يعجبكمش لي كارتي، كل واحد كيطمح ان وليداتو يوصلوا للاحسن ويعيشهم في جهه زوينه. غادي ندير معكم مواضيع اخرين غيكونوا بيتيتغ من مو هذا الفيديو ولا قبل منه. كنتمنى السيده اللي طلبت مني واكدت وسيدات الاخرين اللي كانوا تهما طلبوا مني، المهم ما عرفتهمش واش عيالات الصحه ولا جالوا، اللي بقاو كيقولوا لي دينا كيفاش نلقاو دوسي كيفاش نلقاو دار اشيليم فرنسا. خصكم تعرفوا ان من غير باريو النواحي كيكون الدوسي كيعطيوه دغيا بارابور الباري والنواحي، دغيا كيهضوا عليكم ودغيا كيعطوكم اللوجمون باش تفيزيتو، حيت كيكون بيان سور ما كاينش ناس بزاف. هاد اللوجمون سوسيال وهاد لوجمون اسايون بيان سور البنات راه كيكون موان شير كو البريفي، كيكون موان شير كو البايور بريفي. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم وهادشي اللي لخصت لكم الكلام كامل. كاين ناس اللي عطاوهم يقدروا يعطيوكم وانتم عندكم غير الشوماج ديو الدوسي، يقدروا يعطيوكم واحد فيكم اللي يخدم وما يكونش سالير الفي، اذا كان سالير الفي والسالير طالع عامل احسن يعطوكم في كارتي جوين وجهه زوينه. هادشي اللي كاين البنات، الفيديو اللي من مور هذا اللي قدرت نسجلو اليوم ما غنسجلو لكم ما قدرتش غادي نسجلو ما اخر، ان هادشي يكون عجبكم هاد الموضوع، اذا كان عجبكم شجعوني باللايكات ديالكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبابونيفو سور لا شين، تابوناو عندي في لا شين وخليو ليا الاسئله ديالكم كامله ما كنتش نسيت حاجه سمحوا ليا في هاد الفيديو، وان شاء الله يكونوا فيديوهات قادمين باش ما يكونش الفيديو طويل. خليو ليا التساؤلات ديالكم كامله على الانستغرام ديالي اللي غنخلي لكم في الفيديو وتحت الفيديو. نهاركم مبارك، الى فيديو قادم.